ونعرف اخر المستجدات. اتفضل يا فاروق. احنا جميل بجد فيك تحيه يا كابتن الايمن وكل ضيوفك وكل مشاهدينا. خلينا اعتبر طبعا من الاحداث دلوقتي فيكتور جوميز اللي حكم اللقاء اللي هو موقف اعتقد موقف يعني يا ريت يتم الاستمرار عليه. حكم المباراه بيواصل اتصالاته مع مسؤولي المنتاج وبيرفض ان يجوز ارض الملعب بيرفض اتصالات الوقت اللي انا بكلمك فيه حاليا وبيعرض عليهم الامر. ايضا اتحرك شويه فاروق، مش سامعين كويس يا فاروق. الحكم بيتصل بالمسؤولين في الكاف بيعرض عليهم الموقف يعني. كويس. ايوه حبيبي بقول لك اتحرك شويه كده عشان الصوت يعني مش واضح بسهوله. طيب ماشي، ممكن نتصل تاني بفاروق. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك ولكل مشاهدينا. يعني بقول لك في هذه الاثناء يا كابتن ايمن ان فيكتور جوميز حكم اللقاء يجري اتصالات حاليا مع مسؤول الكاف ورافض النزول لارض الملعب بسبب يعني تجاوز اعداد الجماهير والقنابل الغاز المثيره للدموع ورافض تماما وبيجري اتصالات وبيعرض الامر على مسؤولي الكاف. النقطه الثانيه ان حمدي المؤدب رئيس مجلس اداره نادي الفرج التونسي نزل لارض الملعب يعني للحث للشغب الجماهير والاحتكاكات اللي بين الجماهير ومسؤولي الامن وفرض قوات الامن للدفع بقوات اضافيه، قوات من الامن اضافيه لارض الملعب لمواجهه شغب الجماهير. ايضا الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي اجتمع مع المسؤول الامني للاتحاد المسؤول الطبي للاتحاد الافريقي واثبت ان في حالتين اغماء من جانب وليد سليمان وعم حارس اللي يعني حصل يعني دي في الشعب الهوائيه ورفض تماما وخد وعد المسؤول الكاف والمراقب الطبي وبعدم النزول لارض الملعب الا لما ريحه يعني رائحه الغاز تتلاشى من ارض الملعب. الوقت اللي انا بكلمك فيه اجتماعات دلوقتي يا كابتن ايمن ما بين فيكتور جوميز مسؤولي الكاف ايضا يعني بيحاولوا يرصدوا ويوثقوا الامور الموجوده في ارض ملعب بالصوت والصوره. دي كانت كل المستجدات حاليا من الملعب الاولمبي برياضه كابتن ايمن. طيب يا فاروق بالنسبه للي هيحصل بعد كده، يعني احنا بنتكلم على حكم المباراه مش عايز ينزل دلوقتي، اللي هيحصل بعد كده هل بيبقى الاتحاد الافريقي بيغرم الترجي بس ولا بيعمل في حاجه عقوبه اقصى من كده؟ اعتقد يا كابتن ايمن يعني طبقا يعني بعض سؤالنا للمسؤول الكاف لو استمر الامر على هذا من الممكن ان المباراه ما تتلعبش في ظل هذه الاجواء وبتبقى بعض الامور اللي بيلجا بيها يستند بيها النادي الاهلي ان ممكن المباراه تتنقل من ملعب رادس او من تونس بصفه عامه. طيب احنا شايفين دخول بعض الجماهير بشماريخ كمان. بالظبط يا كابتن ايمن في دخول بالشماريخ ويعني وايضا ببعض الادوات ويعني نتكلم في شماريخ وبعض الامور اللي هي زي البرشوطات اللي هي بتحدفها الجماهير على الامن دي كلها مسموح بيها في ارض الملعب وده وصفه على فكره فيكتور جوميز ومسؤولي الكاف في ارض الملعب. والجهاز الفني واللعيبه موجودين في اوضه اللبس؟ حاليا الجهاز الفني واللاعبين في ارض الملعب مش هينزلوا ارض الملعب حاليا. ايضا لعيبه الترجي كمان ما قدروش ان هم يستحملوا الموجود او الجهاز الموجود في ارض الملعب وتوجهوا سريعا. لكن من الامور المهمه زي ما قلت لك يا كابتن ايمن ان فيكتور جوميز يعني ما استغرقش الامر بالنسبه له 10 20 ثانيه وبدت عليه علامات الاستياء وحاليا زي ما قلنا بيجري اتصالاته وبيستدعي اكثر من فرد من مسؤولي الكاف الموجودين في ارض الملعب. وهو واخد موقع يعني فيكتور جوميز واخد قرار يعني بالنسبه له الامر في يعني ان هو يستأنف المباراه في هذه الاجواء هو رافض تماما. طيب هل قدامك انت دلوقتي من ملعب المباراه هل ابتدى العدد يقل ولا برضه زي ما هو؟ لا هو العدد الموجود يا كابتن ايمن في الملعب مش ابتدى يقل، الجماهير موجوده في بعض الاماكن مع انطلاق صافره البدايه هيتجمعوا مره ثانيه وينزلوا، هم موجودين داخل حرم الاستاد. الامر فقد السيطره خلاص. عشان اكون واضح معاك موجودين جوه حرم الاستاد. يعني ما زال العدد يزيد عن 5000. بكتير يا كابتن ايمن كمان بكتير. طيب ماشي يا فاروق هنتابع معاك اولا باول وبرضه يعني تقول لنا المره الجايه ان شاء الله اخبار يعني باذن الله تبقى مشجعه شويه. بص ايمن